السلام عليكم. جميعنا يعلم أن الأطفال يعتمدون علينا لفهم العالم من حولهم، وفي ظل أزمة كورونا حالياً من المهم جداً مساعدة أطفالنا لتقليل حالة القلق لديهم مما يحدث حولهم، وانعزالهم في المنزل، وعدم الذهاب للمدرسة والحدائق وأماكن الألعاب، وعدم رؤيتهم لأصدقائهم. بالتأكيد هم يسألون، وهنا علينا أن نتحدث معهم بكل هدوء ووضوح، وإعلمهم ببعض الحقائق والمعلومات التي تناسب عقولهم وبطريقة يمكنهم فهمها. من المهم تقليل الشعور بالقلق لديهم وطمأنتهم بأن معظم الأطفال ليسوا معرضين بشكل خاص لفيروس كورونا. تنمية الشعور بالمسؤولية لديهم تجاه الآخرين بأن سبب وجودنا في المنزل هو للمساعدة في منع انتشار الجراثيم والتأكد من حصول غيرنا على المساعدة التي يحتاجونها. من المهم جداً الحد من تعرض الأطفال للأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وأعداد الإصابات والوفيات، والحرص أثناء تحدثنا مع بعضنا البعض في وجودهم، لأنهم يسمعون كل ما يدور حولهم حتى وإن بدا لك أنهم غير منتبهين. لا نقلل من مشاعرهم حول الانفصال عن أصدقائهم، بل ونشاركهم هذه المشاعر ونساعدهم على البقاء على اتصال مع أصدقائهم من خلال مكالمات الفيديو على الإنترنت أو المكالمات الهاتفية. وأخيراً، فلنكن مثالاً جيداً يحتذي به الأطفال في الإحساس بالمسؤولية وعادات النظافة الشخصية بشكل خاص في هذه الأزمة وبشكل عام في كل أمور الحياة. هم يقلدوننا في كل شيء، وما يشاهدونه فينا ويسمعونه منا هو ما يشكل جزء كبير من شخصيتهم مستقبلاً. الله يحفظ أبنائنا ويحرسهم بعينه التي لا تنام ولا يرينا فيهم أبداً ما يؤذينا. والله يحفظكم ويحفظكم.